يعني هو الحصار موجود وممتد ومستمر منذ عقود على دولة كوبا، وذلك العداء التاريخي ما بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك جديد، ولكن الجديد هو تلك المحاولة الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بنيكولاس مادورو وسريعا، ولكن الأزمة يعني بتتفاقم وبتتزايد، وإلى الآن متشبث نيكولاس مادورو، وإذا لم يكن هناك يعني له تلك القاعدة الشعبية وذلك الولاء من القوات من الجيش في فنزويلا لسقط نيكولاس مادورو على الفور، لكن واضح أنه متشبث نظرا لوجود له هذه القاعدة العسكرية والشعبية. أما الحرب الدعائية والرد عليها مؤخرا من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنه لا هروب له ولا نية لمادورو على الهروب إطلاقا، كل يعني تلك المزاعم وكل تلك يعني الادعاءات وتفنيد هذه الادعاءات والرد عليها، لا نملك يعني لا نملك المعلومة دقيقة تجاهها، ولكن كل الرؤى التحليلية تؤكد أن الحرب مستعرة وأن كل الدول يعني تحارب الوكالة داخل فنزويلا. هذه الدولة المهمة، هذه الدولة البترولية عضو في منظمة الأوبك من خمسينيات القرن الماضي، وهي يعني دولة لها ذلك التواجد والأهمية لأنها دولة بترولية. هذه الدولة البترولية الآن تعاني الأمرين، تعاني نقصا في المواد الأساسية والسلع التموينية والكهرباء، ويعني تضخم رهيب شهد أعلى معدلات يعني في يعني معدلات لم يسبق لها مثيل، تلك المعدلات معدلات التضخم الرهيبة في فنزويلا. أيا ما كان الأمر، والخلاصة أن الأيام القادمة ستسفر هل سيكون يعني ولاء، يعني ثمة ولاء كامل من قبل القوات المسلحة في فنزويلا.